أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نلاحظ بعض الناس يكشفون أكتافهم اليمنى في السعي بين الصفا والمروة ولا يكتفون بها بالطواف، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجب علينا أن ننبههم إلى هذا الأمر؟ نعم، هذا الشيء يقع فيه كثير من الجهال، وأنه إذا أحرم من الميقات يكشف كتفه الأيمن، يطبع من الميقات، ودائما هو مطبع إلى أن يحل إحرامه. هذا غلط، الاطباع إنما هو عند بداية الطواف، عند بداية طواف القدوم أو طواف العمرة، يطبع عند البداية، وعند النهاية من الطواف يعيد الرداء على كتفيه، لأن هذا أجمل له وأستر له، ولأن السنية انتهت لا قبل الطواف ولا بعد الطواف، ما يطبع. نعم، أحسن الله إليكم. الواجب على طلبة العلم أنهم ينبهون الناس على هذه الأمور. نعم.